مساحة من الألوان وواحة خضراء وسط مدينة طرابلس. هذه الحديقة كانت تحيط قصر نوفل، قطعت عنه مع توسيع الطرقات وزيادتها بالمدينة وقيام عائلة نوفل بإعطاء المنزل والأرض للبلدية. حديقة طرابلس العامة والمعروفة أيضا بالمنشية تشكل اليوم نقطة تلاقي في وسط المدينة، نقطة حرصت البلدية على ترميمها وتحسين مساحاتها لتكون مكان لكل الطرابلسيين. طبعا المنشية تعتبر معلم تراثي لمدينة طرابلس، نحن حريصين نعمل فيها مع حلتها الجديدة بالخضار يكون كمان عندها حلة جديدة بموقعها عند الناس. تأخرت إعادة افتتاح الحديقة العامة مع تأخر المقاول في تسليم المشروع من جهة، ومع إرادة المجلس البلدي بمساعدة وزارة الاتصالات أن يؤمن خدمة إنترنت مجانية لرواد الحديقة، خدمة من شأنها أن تجذب نخبة جديدة من الأشخاص إلى المكان. يعني بكل واقعية بقول لك نحن الحديقة كانت بفترة فترة طبعا معروفة عنا هون ما كتير بعيد من عنا في شجرة التنابل، فكانت معروفة الحديقة هون ليجوا الناس العاطلين عن العمل، الناس اللي يمكن ما عندهم مكان ليسكنوا فيه وهيك. نحن منقدر هالشيء هذا، ولكن بدنا نحن شيء كمان تاني أهم أنه نترك مجال للشباب المثقف كمان ياخد دوره حتى تعطي فعلا هالحديقة الوجه الحضاري والثقافي للمدينة. شباب طرابلس فوجئوا باعتراض بعض السياسيين في مدينتهم على فكرة الإنترنت في الحديقة، اعتراض يستغرب رئيس البلدية أيضا على وروده، خصوصا أنه الهدف من الفكرة هو الجمع بين مختلف أطياف المجتمع الطرابلسي. هون بعتبر مسؤوليتنا نحن كبلدية وكجهات كمان أمنية أنه نحافظ على أنها تكون مفتوحة للجميع بالشكل الذي يليق بالمدينة ويليق بالجميع. على كل حال بلدية طرابلس تضع اللمسات الأخيرة على مختلف أجزاء الحديقة، وبإنترنت أو بدونه من المفترض أن تفتح أبوابها للزوار خلال أسابيع قليلة، حديقة يمكن أن تغير وجه المساحات العامة في المدينة.